السلام عليكم اخواننا المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم من جديد في قناتكم قناه عبد الاله تعليم السياقه وقانون السياقه المغرب. اليوم ان شاء الله غنخدموا واحد لا فيديو اللي هو مهم بزاف ديال ستاسيونمون بين جوج طوموبيلات في الواقع، يعني ماشي بين دوك جوج عصيات اللي كنديروا. ومرحبا بكم من جديد في القناه ديالكم اللي كتهتم يعني بالبراتيك بزاف. اذا غنبداو على بركه الله، غنعطيو جميع الحلول باش ندخلوا بين جوج طوموبيلات، وغنعطيو المسافه اللي كتضمن لنا ان الطوموبيل غتدخل او لا ما غاديش تدخل بين جوج طوموبيلات. اذا غنبداو على بركه الله. اذا مشاهدينا الاوفياء غنبداو على بركه الله. كندير بخوميه ديالي كما كتلاحظوا، كنحيد فران امان. دابا غنجي نستاسيوني بين هاد كليو هادي وهاد الفور اللي قدامها. كنطلق الطوموبيل بشويه عليا، كنجي كنحاول نخلي بيني وبين الطوموبيل واحد نص متر على الاقل كما كتلاحظوا هنايا، كنخلي واحد نص متر. كنجي حتى كتجي المرايه ديالي مع المرايه ديال الطوموبيل اللي قدامي، اولا غنعطيكم حل اخر ديال انه كنشوف هنا في وسط الجاجه كما كتلاحظوا، كنشوف هنايا. يوم فوا تجيني هاد سميتو، الى لاحظتوا الفيروج اللوراني ديال هاد الطوموبيل، يوم فوا كيجيني مع وسط الدجاجه كنفراني. وواحد الملاحظه هو انه قبل ما ندخل الستاسيونمون خاصني نتاكد انني خليت واحد 6 تروطوارات على الاقل او لا 5 ونص بالنسبه للطوموبيلات اللي هما كوبي. وبالنسبه للطوموبيلات الطوال كنخليو ما بين تقريبا قول 6 تروطوارات حتى 7 باش نستاسيوني وانا مرتاح. ممكن تستاسيوني في قل، ولكن باش تستاسيوني مرتاح خاصك تخلي 6 حتى 7. دونك هنا غندير مارش اريير. هنا الطوموبيل راه فيها الريكول، ولكن حنا غنخدموا ما غاديش نديو في هاد على هاد الريكول هذا. عندنا لاكام دو ريكول، عندنا رادار ريكول. دونك غنشوفوا هنايا، غنجمعوا كلشي على سميتو على اليمن ديالنا. كنطلقوا لومبرياج بشويه، ها انتم ربطوا معايا البال ثاني العبار اللي غنشد هنايا. كنشوف هاد كليو هادي تيجيني الباشوك ديالها مع وسط الطوموبيل كما كتلاحظوا بحال هكايا. كنوقف سي بون، كنجمع كلشي دابا على اليسار ديالي كما كتلاحظوا. كنجمع وكنشوف في هاد المرايه هادي كما كتلاحظوا، كنشوف في المرايه ديالي، كنرد البال غير بشويه، كنشوف في المرايه حتى كتبان لي الطوموبيل اون باراليل مع التروطوار، ولكن او ميم طون كنرد البال مع المرايه الرئيسيه. دونك هنا كما كتلاحظوا انا قربت التروطوار، برافو الطوموبيل تقدت. الا ما تقدتش ليا الطوموبيل كليا كندير بخوميي، كندير بخوميي كما كتلاحظوا. كنقاد الفولون جوج دورات او لا جوج دورات ونص باش نقرب شويه للتروطوار. كنقرب واحد شويه للتروطوار، كنقاد ثاني فولوني نيشان، وكنحاول نقاد الطوموبيل نستابيليزيها مزيان بين هاد جوج طوموبيلات هادو، نديها شويه للقدام او لا نرجعها شويه للور كما كتلاحظوا هنا في المرايه. سي بون، كنقرب ثاني لهاد الطوموبيل كنفراني. هادشي اللي كان بالنسبه للستاسيونمون. وبالنسبه للخروج كندير بخوميي بالنسبه للخروج، كندير السنيال ديالي، كنشوف في المرايه كما جاي شي واحد، كنجمع كلشي على اليمين ديالي او لا على اليسار ديالي. يا ربي هنا كنطلق لومبرياج وكنرد البال مع الطوموبيل. في حاله حسيت انه راه ما يمكنش تخرج كنفراني، كنقاد كلشي عاوتاني على الجهه اليمنى ديالي، كندير شي شويه مارش اريير، كنرجع شي شويه اللور كما كتلاحظوا. كنطلق وكنشوف في المرايه، كنقرب للتروطوار والطوموبيل اللي ورايا هنايا، كنرجع ثاني للبرومي، كندير السنيال ديالي كما كتلاحظوا، كنشوف في المرايه كما جاي شي واحد. وهنايا الا شفت في المرايه كتبان لي الطوموبيل ورايا، دونك هنا ضروري ندور راسي كما جاي شي واحد. دونك الطريق خاويه كما كتلاحظوا، صافي غندمج في حركه السير بشويه عليا، وهكا تيكون ستاسيومون وبطريقه بسيطه جدا. اذا هذا الشيء اللي كان بالنسبه لهذا ستاسيومون هذا، كنتمنى يعجبكم ان شاء الله باذن الله. ومن بعد غندير تصحيح الاخطاء ديالو، بحال شي واحد دخلت ليه الطوموبيل ما دخلتش مزيان، او لا مشى قرب للتروطوار بزاف، ولا خرجت ليه الطوموبيل على التروطوار بزاف. دونك ان شاء الله غنحاول ندير فيديو اخر باش نوضح فيه هذا الشيء هذا.